باسم الآب والابن والروح القدس، آمين. الأسبوع السابع من زمن العنصر 2020، نهار أربعاء. أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا، لوقا 10:17-20. قال لوقا البشير: عاد الاثنان والسبعون بفرح قائلين: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم: كنت أرى الشيطان ساقطا كالبرق من السماء، ها إني أعطيكم السلطان لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو، فلن يؤذيكم شيء. لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات. الإنجيل اليوم بيفرح بالرغم من كل الصعوبات يلي يسوع نبه تلاميذه منها والأخطار، وبتجعلنا نقف مثل يأسين أنه يا يسوع شو بدك مني، أعمل رسولك أو أعمل تلميذك؟ المشكلة كبيرة، مش عدا أنه بس شو بدي أقضي من صعوبات واضطهادات، بس كمان هات مين يقبلني هات مين ما يقبلني. فأنا كتلميذة بحط حالي بالتساؤل بالتساؤل، ولكن في شيء ممكن يغر، أنه والله الشياطين ستخضع لي. يسوع بينبه من غرور التلميذ، من الغرور يلي ممكن يقع فيه التلميذ أو الرسول. كل كاهن، كل راهب، مثل ما يسوع حكي الفريسيين والصدقيين، بيوصلوا لمحل الناس تعجب فيهم، تكرمون، يعرضون أهدابهم، يحبون المجالس والمقاعد والمقامات، يكرموا، يعطوا المال، يعطوا الجاه، وهيدي فممكن يضيعوا ويغرقوا فيها. وممكن يكونوا متجردين وروحيين كتير وبعاد عن كل تكريم الناس، ولكن بينغروا انه الارواح تقضى لهم. هون في كتار بحبوا دغري يمكن يعملوا اكزورسيست، يعني دغري يبلشوا يشتغلوا يطردوا الشياطين. ببلشوا يجوا هالستات والناس لعندهم وبصير عنده مديح وغرور. ما هالغرور هو الشيطان، بيكون الغرور فلت من شي واحد مسكون دخل بهالشخص الروحي، الرجل الروحي اللي عم يعمل حاله اكزورسيست وبينفخه. بينفخه بالمعنى بالغرور، انه انا يابا مين قدي انا الارواح تخضع لك، الارواح تخضع لي. فيسوع نبه من هالخطر: لا تفرحوا بان الارواح تخضع لكم، بل افرحوا بان اسماءكم مكتوبة في السماوات. كل ما حطينا حالنا وتوضعنا وأخلينا ذاتنا وتفرغنا عن كل عظمة وعن كل مديح، كل ما اسمنا اطمنا باله مكتوب بالسماء في سجل الحياة حسب رؤيا يوحنا. والويل لنا إذا انمحى اسمنا. تعرفوا ما بدها كتير تفسير، وقت بيغضب واحد من التاني عنا بالشرق هون خاصة بلبنان، بيقول له بدي امحي لك ذكرك، يعني ما خلي اسمك ولا محل، ولا خلي لك صورة ولا محل، وخلي الناس ينسوك انك كنت موجود او انك تكون انك موجودة. هيدي علامة ذروة الحقد، بس هي مرتبطة بالكلام هوني. هين كتير انا امحي ذكر انسان تاني، بس يسوع او الله او السجل بالسماء كاتب له اسمه بذهب لانه قديس. الأخطر مثل ما قال ربنا: ما تخافوا من يقتل الجسد ولا يستطيع أن يفعل شيء فيما بعد، خافوا ممن يقدر أن يهلك الجسد والنفس في جهنم النار. أي أكثر من هيك كمان بيمحي لنا اسمنا من سجل الحياة، يلغي لنا ذكرنا من سجل الوجود. هيدا شغلة كتير مهمة لألنا كبشر ننتبه لها. أول شيء ما نقول لحدا بدي يمحي له ذكره، تاني نخاف على ذكر ما ينمحى. كل حياتنا نحن بنعيشها على أمل وحياة أنه يكون لنا الذكر الطيب بعد منا، أهلنا يكون له الذكر الطيب من خلالنا، وأنه يحبوا إلهنا أو يحبوا مسيحنا من الذكر الطيب تبعنا، الأعمال الطيبة تبعولنا. والله معكم.